السلام عليكم، مرحبا بكم في الحصة الرابعة من سلسلة شروحات البيروتيك في الدرس تاع الورد. بعد ما تعرفنا على كيفاش نديرو لا ميزون فورم ديال التكست، يعني كيفاش نصايبو الشكل تاع الكتابة، ان شاء الله اليوم غادي نتعرفوا على كيفاش نديرو لا ميزون باج. اول حاجة باش نبداو لا ميزون باج غنمشيو لونغلي كرياسيون. هاد لونغلي كرياسيون غادي تمكننا نديرو الكولور ديال الباج، الفيليغران او البوردور ديال الباج. باش نقاد كولور تاع الباج كنمشي لونغلي كرياسيون، او بالضبط كنمشي للغروب اغيير بلون دو لا باج، كنكليك على كولور دو باج وكنختار الكولور اللي مناسبني على حسب الموضوع اللي انا دايره، واش هو يكون موضوع بروفيسيونيل ولا تكون شي انفيتاسيون ولا شي حاجه نقدر نستعمل فيها دي كولور اللي هما معيقين شويه. الى ما عجبني حتى شي لون من هادو نقدر ندير اوتر كولور، وكتطلع ليا هاد لا ليست هادي اللي نقدر نختار فيها اللون اللي مناسبني. من بعد ما اختارينا الكولور ديال الباج كنمشيو كنختاروا البوردور ديال الباج. باش نختار البوردور ديال الباج كنمشي نيت لنفس الجروب اللي كاين في اغيير بلون دو لا باج، كنكليكي على بوردور دو الباج وكنختار من هنا البوردور اللي نقدر ندير. الى ما بغيتش هاد لي بوردور هادو كنمشي لهنا لهاد الموتيف هادي وكنكليك على هاد المثلث هذا، كيخرجوا لي لي بوردور نقدر نختار واحد منهم على حسب لو تيم اللي انا خدامه عليه. مثلا نختار انا هاد البورديغ هذا، ندير اوكي، نقدر نبدل هاد البورديغ ما جانيش مزيان، ندير مثلا هاد البورديغ هذا. من بعد كاينين شي ناس كيبغيو يديروا مثلا في لي باج اللي عليهم التكست اللي هما خدامين عليه، كيبغيو يديروا هنا الوسط واحد الكتبه كتكون مخفيه من مورا داك لو تيكست اللي كتكون كاتب. كنمشيو للفيليغران، هما تيكونوا عاطينك هنايا دي زيكزامبل، بحال مثلا مكتوب في الوسط تاع لا باج مكتوب بغويون ولا اكزامبل. حنا ما غاديش نديرو فيه بغويون ولا اكزامبل، وانما غنديرو شي فيليغران اللي هو بيرسوناليزي، يعني نكتبو فيه الكتبه اللي حنا بغينا. كنمشيو لهنا كنديرو فيليغران بيرسوناليزي، كليكيو عليه وكنجي كندير تكست اون فيليغران، وبلاصت هاد اللي فيها التكست هنايا كنكتب التكست اللي بغيت، مثلا ندير بيروتيك. هنا نقدر نبدل ليه لو تيب دو بوليس، يعني هنا عندنا كاليبري نختار لو تيب اللي بغيت تان هذا، ولا طاي نختار ولا طاي اللي بغينا نخليوها حنا اوطو. الكولور نقدر تاهو نختار الكولور اللي بغيت، حيت انا عندي هنا لاباج بالكري ما غاديش يبان عندي الفيليغران، يعني خصني ندير شي كولور اللي هو واضح على هاد اللون اللي عندي انا هنايا. ندير مثلا هذا، ندير اوكي. بان بنت لينا هنايا بيغوتيك. بغيت نبين نديرها بشي كولور اخر كنبدل الكولور. من بعد ما عرفنا دابا كيفاش نديرو الاطار ديال الباج ونصايبو الكولور ديال الباج ونديرو الفيليغران الا كنا محتاجينو، غنشوفو كيفاش نصايبو النيميرو ديال الباج و البي دو باج و لونتي دو باج. باش نديرو النيميرو دو باج كنمشيو لانسيرسيون، لونغلي انسيرسيون، جروب اون تيت اي بي دو باج، وكنكليكيو على نيميرو دو باج. كتطلع لنا هاد لا ليست هادي فيها واش بغينا النيميرو ديال الباج تكون فوق الباج ولا لتحت تاع الباج، بحال هكا بحال هاد الشكل هذا، فوق تاع الباج بحال هاد الشكل هذا، ولا المارج دو لا باج يعني في الجانب، لا بوزيسيون اكتويل يعني كنختار واحد الشكل منه. مثلا حنايا غالبا كنديرو نيميرو دو باج كنديروه في التحت، يعني نختار هنا اللي كاين ونمشي نختار الشكل اللي بغيت ندير في هاد الباج هادي.
تنختار هذا. الى جاني هذا الرقم صغير حيت اصلا كيبان باهت شويه حيت هو كما قلت لكم تيكون في البيض باج، يعني تلا كليك دوك كليك عاد كيخرج. الى بغيت نبدل لاطاي ديالو كنجي لهنا كنمشي لاكوي كنمشي لاكوي كنبدل لاطاي ديالو بحال اللي وريتكم قبل. مثلا نديرو 14، نقدر نبدل حتى السيت الكتبه ديالو، ديرو هذا نقدر نبدل الكولور مثلا الى بغيت. دابا غنشوفو كيفاش غنديرو لونتي دو باج، يعني تكون عندنا واحد الكتبه كنكتبوها اللي تكون كتعاود في جميع لي باج اللي عندنا وتكون موحده بين جميع لي باج، مثلا بحال السنه الدراسيه، بحال العنوان تاع داك السوجي اللي حنا خدامين عليه، بحال الاسم تاع المؤسسه اللي حنا خدامين عندها ولا اللي حنا خدامين اللي حنا كنقراو فيها. كان اول خطوه كنديرو كنمشيو لانسيرسيون، كنمشيو لجروب اون تيت اي بي دو باج، كنكليكي على اون تيت كيخرجوا لنا هنا لي زيكزامبل كتاب، كنختاروا واحد ليكزامبل اللي هو مناسبنا. مثلا نختاروا هادي، نختار هاد ليكزامبل هذا. كنديروا هنايا مثلا لو تيتر دو دوكيومون، كليكي ندير مثلا فورماسيون اون بيوروتيك سيليكسيوني، ونمشي لاكوي وندير كغا ونزيد نكبر لاطاي ديال هاد الكتبه هادي. جوج حالات نقدروا نديرو، يا اما نديرو دوبل كليك في وسط لاباج باش تمشي لينا هادي ونرجعو نكتبو عادي في وسط الباج، ولا نمشي نكليكي على كرياسيون كليكي على هاد العلامه هادي بحال بحال. دابا الا بغينا نديرو البيت باج، يعني هنايا لتحت تكون عندنا نفس تكون عندنا شي كتبه اخرى وتكون كتعاود في جميع لي باج، كنمشيو لنفس لونغلي انسيرسيون، كنمشيو لنفس الجروب اللي هو اون تيت اي بي دو باج وكنختارو بي دو باج. غنختار مثلا هذا، فيه هنا النيميرو، فيه مثلا نديرو السنه الدراسيه 2019 2020. نزيد في لاطاي ونبدل اللون. حتى هنا غادي نكونوا سالينا الحصه ديال لا ميزون باج. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا. ان شاء الله الى عندكم شي تساؤل صيفطوا ليا في الواتساب ولا في لابواط ايميل. شكرا.